اللي نأمل أن يكون بادئة تعاون وبادئة تفعيل للبحث العلمي ولتنمية المهارات للأكاديميين في المجالات المختلفة. ونبدأ بكلمة لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مروان العورتاني. لدينا الآن نموذج خلاق لشراكة بين مؤسسة قيادية مجتمعية زي التعاون اللي بتعمل دور حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لفلسطين، وبين بنك اللي هو قطاع خاص، وهذا البنك لديه أيضا رؤية تنموية معينة بعيدة المدى تتجاوز رعاية إيفنت معين إلى استثمار طويل الأمد.